أهلا وسهلا. يعني ده أول لقاء من نوعه بعمله في قناة اليوتيوب. أنا قبل كده لا عملت مع ميزة. أنا قبل كده عملت حوار من 10 سنين مع مسلم صحفي أستاذ في كلية الإعلام دكتور محمد محمد البيت، بس كان يعني لسه ما فيش نجومية. جبته أيوه. في 3 حلقات وكان نفس الموضوع، بحثاً عن تعايش سلمي بين المسيح والمسلم، تعايش راقي بالمصابيح نواري وقولي جاي المسيح عرسنا جاي ياخدنا إليه جاي بمجده وبمكتبي. قوموا يا ابنا نور برجاء واستبدلوا حب واشواق، شدوا الحق وانت حافظ لحافظين للمنتظرين. بسم الاب والابن والروح القدس له واحد امين. اعزائي المشاهدين، انا ضيف النهارده محمد، وانا محمد ومعانا من اسكندريه محمد، بس محمد كعبور من اسكندرية، محمد أساف. وفي الاستوديو الآن يعني محمد، وكم محمد يا لهوتي، انت كل المحمدين اجتمعوا يا ولد، انت جبتهم لي منين؟ جايب عصابة وجايين يا ولدي، انا في امريكا مش هتقدر تقتلني. لا يا صاحبي بعد الشر عليك، ما تقتلش حد. اهلا بك، وانا معجب باخلاقك، وشكرني فيك الدكتور عماد، وشكرني فيك ابني الغالي وشريكي في الخدمه اساف، محمد اساف. وانا تواصلت معاك ولقيتك يعني ممكن نعمل حاجه مشتركه كده، نهدي الجو المكهرب من غير سبب. لا انت هتقنعني اذا انا لم اقتنع، ولا انا هقنعك اذا لم تقتنع، فالموضوع محسوم. لا انت هتخليني ارجع للاسلام بالعافيه، ولا انا هخليك مسيحي بالعافيه. علامه الصراع، احنا نقول كلمتنا ونوضح اللي عندنا، وانت تقول رسالتك وتوضح اللي عندك، واللي عايز يفكر يفكر، اللي عايز يجي للرب يجي. على فكره احنا عندنا ما فيش حاجه بالعافيه، اظن انت عارف، انت قلت لي انك قاري الانجيل كويس. يعني حتى لما كان المسيح يقرب على واحد عايز يشفى، يعني ما بيموت، يقول له اتريد، انت عايز؟ فاذا قال خلاص يدخل يتدخل ويشفي. المهم اهلا بيك استاذ محمد، انا عايزك في الاول تقدم نفسك للناس. اهلا بيك. طيب اولا شكرا لك يا دكتور محمد رحومه على هذه الاستضافه الكريمه، واكيد انا مبسوط بالوجود مع حضرتك وكل الناس اللي بتتابع حضرتك. يعني الفكرة كلها بمنتهى البساطة، أنا محمد مجيد، مدرس ثانوي عام في اسكندرية. هو الصوت عندك بيتكرر، يعني لو تقفل المايك يا دكتور يكون أفضل. أقفل المايك؟ طب ده المخرج يقول لي صوت مرتين. كده حلو؟ آه كده كويس يا دكتور، ماشي، عشان بس الصوت ما يكونش فيه صدى. يعني أنا محمد مليد، مدرس ثانوي عام، ويعني بقالي على اليوتيوب حوالي 5 سنين، ليا حوارات كتير جدا ما بين المسيحية والإسلام والإسلام والإرحاد، وظهرت في قناة النعمة اللي بيديرها دلوقتي الدكتور عماد بشاي، عشان حضرتك لسه ذاكر اسمه، فتشرفت يعني بالوجود معاه في قناة النعمة، وعملنا حوارين راقيين جدا، المسيح قرة أعين المسلمين، وكانت مناظرة في ألوهية المسيح.
وإساف يعني أشهر من نار على علم، يعني شخص جميل جدا. فأنا بعرف نفسي بأن أنا داعية إسلامي إصلاحي يدعو إلى التعايش السلمي والود الإنساني يا دكتور، وبعتقد أن رسالتي في هذا العالم هو نشر السلام. خليني الله عليك. أهلا بيك. طبعا حاجة تشرف وحاجة حلوة يا أخي. أقولك على حاجة عجيب. لو معظم المسلمين، لو نص المسلمين زي حضرتك كده، انا اسيب بلدي ليه واجي اتبهدل؟ ها يعني ما بالعقل كده. انا محتاج للناس اللي زيك، محتاج، لان احنا عدد العابرين او المتنصرين او الذين تركوا الاسلام في مصر عدد ضخم. طب هيسيبوا مصر ازاي؟ وفين البلاد اللي تقبل الاعداد دي؟ عايزين نعيش مع بعض يا اخي، عايزين نعيش مع بعض. صعبة ليه يا اخي؟ ما في امريكا اهو، جاري اللي جنبي من الناحية دي ملحد، مراته سبتية مؤمنة بس بطريقة مختلفة عننا، جاري التاني ده يهودي ومنتهى الاحترام، عندهم اي ايفنت اي ده عشاء بتاع، تعالوا ونقعد مع بعض يا اخي، وكل وحب، ويسألوا عنك لما تغيب. هقول لك لدرجة ايه هتستغرب. انا اديت مفتاح السكن اللي انا فيه لجاري ده، قلت له لو انت ما سمعت الصوت ولا حاجه واختفيت يوم ولا يومين اتاكد ان انا مت، بس انا مش خايف على ان انا اموت، لا انا خايف على الكلب يموت من الجوع، حرام. فشوف بيتي، مفتاح بيتي معاه، ف يعني احنا عشان عرب مش عارفين نعيش مع بعض؟ عشان عرب ليه؟ اتفضل. برافو عليك يا دكتور، يعني انت اتكلمت على جوهر ما ادعو اليه، التعايش السلمي. يعني انا مع الدكتور عماد، يا دكتور محمد رحوم، عملت معاه مناظره حوالين ألوهية المسيح، مناظره يمكن استمرت 3 ساعات، هو بيقول فيها وجهه نظره وانا بقول فيها وجهه نظري، ولكن كان بيسودها المحبه والسلام والوداعه. والكثير من الناس يعني اعجبوا والكثير من الناس أعجبوا يعني بال شفت يا دكتور، هدي بقى اسمها محركات شيطانية. لا ده هو المخرج بيحاول يجود الصورة يا عم المخرج، خلاص خلينا نص ونص، حتى لو ربع ربع عشان محمد يحس ان احنا ايه بنتآمر على رسالته السنية. لا ابدا يا دكتور. فأنا عايز أقول يا دكتور، احنا اتناقشنا مع بعض، مفيش مشكلة ان احنا نتناقش، ما احنا مختلفين فطبيعي ان احنا نتناقش، لكن في فارق كبير جدا يا دكتور من انا اتناقش واحنا بنتصارع وبنظن ان هي مباراة كرة قدم زي الاهلي والزمالك مثلا او برشلونة وريال مدريد، وما بين ان احنا بنتكلم كاخوات. يعني ايه المشكلة ان دكتور محمد رحومة دلوقتي الشخص المسيحي ومحمد مجيد الشخص المسلم، ان احنا دلوقتي نتكلم مع بعض بكل هدوء بكل وداعة وبكل محبة رغم اختلافنا الديني والفكري وكل حاجة؟ ايه اللي يمنع؟ يعني انا مش ضد الحوار يا دكتور، انا اقول لك على حاجه. انا بشكرك لانك انت لست بحاجه الى هذا الطرح، اللي انا اللي بحاجه الى هذا، انا اللي بحاجه شديده الى التعايش عشان حتى اشوف اهلي، اشوف تلاميذي، اشوف مصر اللي بحبها بتجري في دمي، انا اللي بحاجه. انت مش بحاجه، لان محدش لحد هيجي عليك ولا حد يقول لك انت ارتديت ولا انت حتى ده. انت لو اعلنت انك ملحد محدش هيأذيك، شوف محدش هيأذيك. طب اعلن كده انك انت بيت يهودي برضو محدش هيأذيك، انما لو قلت انا مسيح تبدا الحرب عليك. فانت كانسان راقي، طب ما فيش حد عليك، ما فيش حد ضدك، فانا اللي محتاج لهذا. فانا بحييك على هذه الرساله، ان احنا ننشر الخير، الحق، السلام، الحب، يعني هي دي الرسالة الحقيقية للسماء. حتى لو أنا مختلف معك كمسلم سابق، أنا كمسلم سابق مختلف معك في الطرح، لأن بأمانة ما هو إيه اللي خلاني تركت الإسلام؟ تركت الإسلام لأن ما لقيتش فيه الزاد الروحي وما اقتنعتش. لكن مع هذا في حد أدنى نحافظ عليه سويا، احترام، قبول الآخر. في المسيحية في قبول للآخر، في الإسلام ما فيش، وانت عارف كده، انت عارف صح ولا انا بتكلم غلط؟ ما هو انا لو عارف ان الإسلام ما فيهوش قبول للآخر
انا ما كنتش حاطع هذه الدعوه، انا برضو ليا مبرراتي يعني، انا حسيبك بتقول وجهه نظرك وانا حرد. وانا عايز ده، ما احنا اتفقنا من البدايه عايزين زي الديوك نخبط في بعض ونقطع هدوم بعض مع الاحترام. تمام. اكيد اكيد. يعني انا يا دكتور مثلا بالنسبه لي وجادلهم بالحكمه والموعظه الحسنه، اليس هذا دعوه الى النقاش بالحسنه وبالموعظه الحسنه؟ طيب الامر الاخر، اما الله سبحانه وتعالى بيقول فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله الله يا عم الشيخ محمد، الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ده انا اللي كنت بضحك بيه على الناس، جاي تقوله جاي يعني عندي جاي بيه عندي محمد. ده مش ضحك على الناس. فين الرحمه؟ طيب فين الرحمه يا محمد؟ جميل قوي، جميل قوي. انت قلت كلام جميل، انت قلت كلام جميل. اتفضل. انا دلوقتي يا دكتور مثلا، انا دلوقتي يا دكتور التاريخ المسيحي، وانا لو قريت مثلا ديورانت مثلا تمام في قصه الحضاره، هل التاريخ المسيحي، انا ما مش بتكلم على النصوص المسيحيه، انا دلوقتي مش بتكلم خالص عن العهد الجديد، هل التاريخ المسيحي هو تاريخ ليس به دماء ولا به دماء؟ انا بتكلم على التاريخ، في حروب حصلت ما بين الكاثوليك والبروتستانت، في حروب حصلت تمام، في مطاحن حصل. بص يا دكتور خلينا نعترف بحاجه، لان احنا لو ما اعترفناش بهذا الشيء لن نتطور. التاريخ الانساني مليء بالدماء، التاريخ الانساني مليء بالدماء، اكررها، التاريخ الانساني مليء بالدماء. طيب ماذا علينا ان نفعل يا دكتور؟ انت قلت كلمه جميله جدا جدا، قلت الارضيه المشتركه، لابد ان يكون بيننا ارضيه مشتركه. تمام يا دكتور؟ يعني اذا احنا ابناء الجيل الجديد. انا دلوقتي يا دكتور محمد رحومه، انا ما اقدرش اقول لك حضرتك مسؤول عن كل الحروب المسيحيه التي حدثت في التاريخ، وخلي بالك انا ببرأ منها المسيح، انا محمد المسلم اهو بقول لك المسيح بريء تماما من اي دماء نزفت في التاريخ الاسلامي. اشكرك لنزاهه. الله ينور عليك. لكن خلاص ده ماضي يا دكتور، هل هنفضل طول عمرنا محصورين في الماضي، ولا مفترض ان تكون لنا نظره استشرافيه مستقبليه نشوف احنا بقى في المستقبل احنا هنعمل ايه؟ هل هنفضل نكرر الماضي تاني نبقى كوبي بيست من الماضي، ولا مفترض ان احنا نشوف الحياه بطريقه اخرى يا دكتور؟ نشوف الحياه بطريقه اخرى، تمام، ناخد النصوص العامه والقواعد المطلقه وان احنا ننفذها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان، خلاص يبقى ربنا بيأمر بالعدل والإحسان، يبقى أنا لابد أن أنا أكون عادل ومحسن. طيب قبلي في مليون واحد ما كانش محسن، ماشي، مليون واحد ما كانش عادل، خلاص ده مش ذنبي، أنا عليا أخد النص يا دكتور وأعمل بيه، ماليش دعوة بقى من اللي بيعملش بيه بقى، ربنا يسامحه. طيب أنا برضو عايز أكون أكثر توغلاً، لا مش عنف، لا عايز اكون اكثر توغلا في الفكره معك. بالنسبه للنقطه دي مهمه جدا ان احنا نتصارح، نتكاتف، نبحث عن ما يقربنا ونبتعد عما يبعدنا. هل انت استاذ محمد من الناس اللي بتحاول تعصر الإسلام، تعمل إعادة لقراءة الموروث الإسلامي؟ هل أنت بتعصرنه وبتشيل شوية تراب؟ حقك طبعا، دينك وبتحافظ عليه وبتحب دينك وتحب قرآنك فوق دماغي من فوق، بس هل دي محاولة إنك أنت بتحاول يعني إيه تشيل شوية التراب زي ما بيعمل المستشار احمد عبد ماهر؟ انا بحبه لكن هو عامل زي ايه يعني، بيحاول يمسك الشمطاء وينظفها، ها، وينظفها ويفرغ لها شعرها، ها، وبيحاول يمسك العصايه من النص. لا في الحقيقه لا، هو بيحاول يغسل الإسلام بمصاحيط كتيرة قوي حتى بيزيل معالمه. وأنا قلت له أنت متعصب أكتر من المتعصبين، قلت له أنت متعصب أكتر من داعش، حتى هو زعل مني من سنتين كده، قلت له أنت متعصب،
انت شايف ان البخاري بيكشف اشياء كثيرة مش رضياك. المهم مش عايزين ندخل في الموضوع ده، خليني معاك احسن لي واحسن لك. خليني اقول لك بس على حاجة دكتور، انا عملت لقاء جميل جدا مع المستشار احمد عبد ماهر، كان لقاء بيجمعني وبيجمعه، كان لقاء في منتهى الجمال يا دكتور، فهو صديق ليا ومعايا رقم تليفونه وبيكلمني وبكلمه، علاقة ودية جدا مع بعضنا. انا بحترمه، لكن بقول له انا من حقي انظر النظر اللي تتفق مع افكاري مع معتقداتي. بقول له انت بتلمع الاسلام يعني، انت بتلمع. هو خلينا نكون صادقين مع بعضنا يا دكتور، اي ديانه نشات فيها حركه اصلاحيه، وخلينا اقول يعني نبذه تاريخيه، الهندوسيه تمام حدثت فيها حركه اصلاحيه، والحركه الاصلاحيه دي كانت هي البوذيه تمام كده، وايضا حدثت حركه اخرى وهي حركه كونفوشيوس، ان هي كانت حركه اصلاحيه. بالنسبه للمسيحيه في القرن ال16 اتى لنا مارتن لوثر وعمل حركه تسمى حركه الاصلاح، ومن هنا نشات المدرسه اللوثريه، وحضرتك عارف البنود ان هو كتبها على الكنيسه الكاثوليكيه واعترض على بعض الامور ان حدثت في الكنيسه الكاثوليكيه. يبقى ان انا عاوز اقوله، اما في الاسلام فحدث منذ عصر الشيخ محمد عبده، وفي حاجه اسمها حركه اصلاح اسلامي، الشيخ محمد عبده ورشيد رضا، ومن بعده الشيخ محمود شلتوت، ومن بعده مصطفى المراغي، وسلسلة من المصلحين استمرت حتى هذه اللحظة بلا توقف. يبقى إذن كل ديانة بيحدث فيها حركة إصلاحية، فأنا بنتمي إلى الحركة الإصلاحية اللي موجودة. الحركة الإصلاحية ديت يا دكتور بتقول دعونا نرجع إلى النصوص المقدسة، دعونا نرجع إلى النصوص المقدسة التي لا غبار عليها، ونركز عليها، ونترك التاريخ وأراء الفقهاء والمفسرين لهم، لأنها أراء اجتهادية وليست أراء إلهامية. يعني مثلا يا دكتور على سبيل المثال، أنا هكلمك بحتة مسيحية وحتة إسلامية. أنا دلوقتي مثلا يا دكتور هنتخيل أن حضرتك إنجيلي تؤمن بالإنجيل فقط، فجيت قلت لك والله أنا جايب لك الموضوع دوت من تفسير تدرس يعقوب ملطي، أو أنا جايب لك هذا التفسير من أنطونيوس فكري، هتقول لي يا عم محمد أنطونيوس فكري وتدرس يعقوب ملطي دول أرثوذكسيين على راسي من فوق، ولكن التفسير بتاعتهم لا تلزمني في شيء، أنا يلزمني النص الإلهي. ده نفس الأمر يا دكتور محمد، الفقيه أو المفسر لم يأتي بهذا الكلام بوحي من الله، مش ده كتبه إناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، ده تفسيراتهم ديت اجتهادية يا دكتور. فطالما اجتهادية يبقى المسألة قابلة للصواب وقابلة للخطأ تمام، لكن ما يلزمني هو النص المقدس، النص المقدس الإلهي الذي أؤمن إنه قد أتى من عند الله سبحانه وتعالى، فقط هذا هو ما يلزمني تمام. تفضل. طيب أنا شكرا لأدبك، يعني أنت جنتل فعلا ومحترم، وأنا بشكرك على أدبك، وأنا يعني بحاول إيه بحاول ما زعلكش مني، بس برضو مش عايزين الحديث يبقى انت تقول لي اهلا يا دكتور شكرا، وانا اقول لك اهلا يا استاذ محمد شكرا، ولا ما شيء لا عايزين برضو شويه ازي خلاص ليه ما سالتنيش معلش اتكلم عربي عشان الناس تسمعك. طيب لا لو انت عايز يعني تقول اي حاجه انا موافق اتفضل. ماشي حبيبي اسمعني. طيب انت ليه ما سالتنيش سؤال يتبادر لاي مسلم محترم او داخل يشتمني او 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 نص ونص او نص مثقف او متعصب او شيخ في الصال التقليدي، انت كنت عميد كليه اسلاميه ليه سبت الاسلام؟ ليه ما سالتنيش السؤال ده ولا خايف تسالوني؟ لا لا على العكس، انا ما سالتش السؤال دوت لسببين. السبب الاولاني انت حر تمام، على العكس انا عن نفسي كمحمد انا مؤمن بالصراحه اكتر من اي شيء اخر تمام. على فكره يعني حتى اما حادثه البهائيه لو حضرتك في مصر وموضوع البطاقات وكده، كنت بقول لهم يا جماعه احنا مفترض نقول عليه ان هو بهائي
تمام. الشخص المسيحي لو تقدم له لبنته شخص بهائي هيزعل، هو حابب ان يجوز بنته المسيحيه لشخص مسيحي، والمسلم حابب ان هو يجوز المسلمه لشخص مسلم. البهائي ده هيقول للكتاب المقدس انت صح، وهيقول للقران انت صح، فمن باب اولى ان هما المساله تكون في منتهى الوضوح وفي منتهى الصراحه. فانا مؤمن جدا ان الشخص يعبر عن ايمانه، ومؤمن جدا ان الشخص العابر ياخد حقه ويتكتب له مسيحي. انا عن نفسي هكون سعيد ان يتكتب له مسيحي، تمام كده. فالمساله الاولانيه انت حر. المساله الاخرى يا دكتور، هل انا كنعامه ان حط دماغها في الارض؟ لا، ما انا عارف. انا اسمعني بقى في الحته ديت، لان الحته ديت مهمه جدا. التاريخ الاسلامي في عنف وفي كوارث. انا بقول لك انا محمد المسلم اهو، ان انا بقول لك انا اؤمن بالقران وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. التاريخ الانساني الاسلامي مليء بكوارث. في بعض الحاجات انت لو قريتها يا دكتور ده انت لازم تسيب الاسلام، ده انت لو ما سبتش الاسلام تبقى غلطان، لو اعتبرت ان ده هو الاسلام. فهمني يا دكتور، لكن انا بحاول ارجع الى المصادر الرئيسيه، المصدر الرئيسي بالنسبه لي هو القران وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المشكله انت محترم، وانا مش عايز اضايقك واقول لك طيب لما نشوف داعش اقول لا ليس هذا من الاسلام، لما نشوف كتب بطاقه الازهر ها يعني انا درستها، اكل لحم الاسير، ولما تجوع ممكن تاكل مراتك على فكره، يعني خد بالك يعني انا بديك رخصه اهو. ممكن تاكل دراع يعني مراتك، دراع مراتك لو جعت كنت في الصحراء ممكن تاكل دراع مراتك، عارفين الكلام ده كله. خلاص خدها واطلع على الصحراء بقى، يلا نهارك فل. لا 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 مستحيل. ده انا خليها تاكلني وانا ما اكلهاش يا دكتور. فانا بدور، ما هو لما تسال واحد طب فين هو فين هو الاسلام الحقيقي؟ عرفني، ما انا ما كنتش مشيت، ورهوني الاسلام الحقيقي يا محمد يا استاذ محمد. انا كنت بدرس اصول الاسلام، الاصول. انا اديت دكتوراه في القران، يعني اديت دكتوراه، اشرفت على رساله دكتوراه لطالب اسمه عاطف كمال من صملوط، متقدم لكليه الدراسات العربيه والاسلاميه، خد دكتوراه في بلاغه القران تحت اشرافي. فانا كنت بشرف على رسائل في القران وفي التفسير وفي بلاغه القران وفي اعجاز القران، فانا عارف السر. ما انا ما لقيتش، انا ما لقيتش. انت لقيت دي حاجه حلوه، يعني يا ريتك تطلعني عليها. تمام. اولا الاسلام ان شافوا ايمن الظواهري وشافته داعش والزرقاوي بشكل عنيف وبشكل ارهابي، هو نفس الاسلام ان شافوا ابن الرومي، هو نفس الاسلام ان شافته ربعه العدويه، ان شافوا ذو النون المصري، زي ان شافوا الامام الجنيد، زي ان شافوا شمس الدين التبريزي، زي ان شافته المدرسه الاصلاحيه، زي محمد عبده ورشيد رضا ومحمود شلتوت ومصطفى المراغي، وكل دول برضو من مشايخ الازهر. انا بقول لحضرتك الفكره كلها ايه؟ الفكره كلها تعدد الرؤى يا دكتور. يعني مثلا انت حضرتك بتقول ما فيش جانب روحي في الاسلام، طب ايه رايك ان احنا عندنا تراث صوفي يبدا من اهل الصفه حتى هذه اللحظه مليء بالروحانيات يا دكتور؟ اقدر اشطب هذا من التاريخ الاسلامي واقول كل الشعر والعشق الالهي والتغنم فين ورهوني الشعر يا شيخ. قصائد من الرومي، ابن عربي، الحلاج، يعني ده انت عارف ان كل دول معظمهم مش عرب، ايا مكان يا دكتور، ايا يعني في منهم عرب، في منهم الحلاج عرب. الحلاج اللي انت جايبه مثال ده صلبوه لما قال الله يحل فيا، صلبوه. هو قال ليس تحت الجبة الا الله. انت فاهم ان المسألة مسألة استشرافية. الفكرة يا دكتور، بص، حتى الفريسيين ايام المسيح كانوا بيهاجموه. لماذا؟ لان المسيح كان بيتكلم بامثال، وبدون امثال لم يكن يكلمهم، وهم كانوا حرفيين. تمام يا دكتور. ان انا عايز اقوله يا دكتور، الصدقيين مثلا، اليس الصدقيون ايضا يهود؟
أليس الفريسيين أيضا يهود ومع ذلك الصدقيون؟ لا كانوا بيؤمنوا بملائكة ولا كانوا بيؤمنوا بقيامة، تمام، ولا كانوا بملائكة ولا قيامة ولا أيوة هم يهود مش مسيحيين يا أستاذ محمد. أنا قصد إن هم رغم إن التوراة العهد القديم هم مؤمنين به ولكن اختلفت الرؤى، تمام يا دكتور. الإنجيل يؤمن به المسيحيين ولكن الرؤى أيضا مختلفة، فهمني يا دكتور. أنا ممكن أخذ من الإنجيل وأقول الكهنوت موجود يا دكتور، تمام، وممكن أخذ من العهد القديم موجود. صح، وأنت عارف وإحنا مش هنخش في الأصفار في عادي، بس في مبادئ أولية وأساسية للإيمان المسيحي. أنا مش هتوغل بيك في الحتة دي عشان دي مش هدفنا. هدفنا إن أنا ألاقي معاك مناطق فعلا أحس إن إحنا ممكن نبني عليها يا أخي. حتى لو إحنا فشلنا يجي جيل بعدنا، أنت لسه شاب صغير ربنا يديك العمر وتقدر تعمل هذا الإنجاز. مش باين يا دكتور. يعني أنت ما تزيدش عن 35 سنة يا أستاذ محمد. زود 11 سنة يا دكتور رحوم. يا لهوتي، أنت 41 42 46 46 أنت عجوز صح؟ لا لا عجوز. لا لا لا. اهلا بك ايها العجوز. ربنا يزيدك شباب يا حبيبي يا ابني. خليني اقول لك على حاجه. طيب انا مش عايز اختلف برضو في موضوع رابع اصلا ما ثبتش انها كانت شخصيه موجوده. يعني اذا قريت عبد الرحمن بدوي كتابه شهيده العشق، انا كنت معجب بيها قوي. انا كنت حافظ شعرها، كنت حافظ معظم شعرها اللي وصل لنا، هو اللي وصل لنا حاجات قليله قوي. المهم ثبت ان ما فيش حاجة اسمها ربع، وان دي شخصية مسيحية قديسة واتخذت على انها دي ربع العدوية. يعني هي عموما اثبتها جمال بدوي بان هي شخصية اسلامية حقيقية اسمها ام الخير بنت اسماعيل، واي حد ممكن يعمل سيرش في هذا الامر ويتأكد من كلامي. اسمها ام الخير بنت اسماعيل، سميت بربع لانها كانت ربع اخواتها، وهي شخصية حقيقية. أنا عارف إن في شخصيات راهبات في المسيحية تشابه شخصية ربع العدوية، زي مثلا القديسة ديميانا مثلا، تمام، إن هي والأربعين عذراء. الفكرة كلها يا دكتور إن طبيعي الشخص العاشق لله، يعني تخيل مثلا حضرتك شخص عاشق لله سبحانه وتعالى، تحب الله من كل القلب وكل الفكر، وشخص آخر عاشق لله، طبيعي أن حتكون في تشابه يا دكتور في حاجات كتيرة جدا. طيب أنا برضو مش عايز أتفرع. المخرج بيقول لي ادوله فرصة يتكلم، أنت عمال تقاطعه. شفت المحبة دي، بيحبوك عني أهو. شايف يقول لي ادوله فرصة يتكلم. يعني الراجل بيعمل بقول المسيح: احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا اليهود. عمري ما تصور انك انت عدو لينا ابدا. لا 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 لا. احنا اخوات. انت اخ. انا زميلي الصالح يا دكتور. على فكره انا ما بحبش المجامله، ولازم، ولولا انا تقبلتك بقلبي مشاعري، لولا ان انا يعني بستضيفك، يعني انا كده احس بقبول الانسان عشان اقدر اتكلم معاه وانفعل معاه. وفي الاخر صدقني انا اتمنى ان انا اشوفك لو جيت امريكا تزورنا وكده، ونرحب بيك وكده. على عيني. على عيني. ويمكن اعمدك وترجع معمد. لا يا دكتور. انا مصري. ما انت شفت المسيح في الحلم مش كده؟ حد قال لي. صحيح. احكي لي على الموضوع ده. ولسه ماسك مخك وقاعد. لا شفته فعلا وهو بيحتضنني. انا قلت يمكن الكلام دوت في حلقه المسيح كره اعين المسلمين. شفته وهو بيحتضنني وبيعتبرني تلميذ من تلاميذه. شفته في حلم اخر وهو بيعمل خيمه الاجتماع. شفته في حلم اخر وهو بيدعوني لدراسه الكتاب المقدس، وانا ما رحت اشتري الكتاب من مكتبه النيل المسيحيه في العطارين الاقي نفس الكتاب ان كان ماسكه يسوع المسيح، ونفس الكتاب ان انا اشتريته بالظبط بنفس النسخة ونفس الصورة، مع ان انا ما كنت شفت الكتاب المقدس قبل كده في حياتي. دي حقيقي انا اعترف بان انا شفت هذه الامور،
وشفت ايضا ان انا كنت ماشي في الظلمه ووجه العذراء مريم يظهر ويضيء لي الطريق. الله. ده حقيقي انا شفت كل هذه الامور. لما اعلنت الحاجات الحلوه دي اول حاجه ما غيرتش حياتك يا استاذ محمد؟ لا اكيد غيرت حاجات كتير. انا مش هقول لك ايه هي. أكيد. الحاجه الثانيه لما اعلنت الكلام ده اخواتنا الصلاعمه يعني ما طلعوش عليك بالشوم؟ لا يا دكتور انا متكفر ما تقلقش. انت متكفر جاهز يعني في طبعنا في مكفرني وفي يعني ايه شاكك في امري وفي بيقول ان ده مسلم حقيقي، الثلاثه موجودين يعني. طب لما ظهرت مع المرتد محمد رحومه مش حاسس ان انت الدنيا هتقوم عليك؟ عارف طبعا. اصل بص يا دكتور، حاجه من الاثنين، يا اما ان احنا نقول كلمه الحق ولو على رقبتنا، يا ما نستحقش ان نعيش في هذا العالم. انا ما بحبش يا دكتور الجبناء من الناس. يا رب يسوع. انا ما بحبش الجبان. تمام يا دكتور. انا بحب عندك رساله اقولها ولو على رقبتك. هناك الكثير من الانبياء قد قتلوا فداء لرسالتهم. تمام. افكلما جاءكم رسول من عند انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكان كان الانبياء يا اما بيتقتلوا يا اما بيتكذبوا. فاحنا لابد ان احنا نتشبه بهؤلاء العظماء وهؤلاء الانبياء، فنقتل نكذب، المهم ان احنا ننشر رسالتنا ويكون لك رساله. ومن لم يكن له بصمه ايجابيه في هذا العالم فانا رايي ان عدمه خيرا من وجوده. ان لم يكن لك بصمه ايجابيه في هذا العالم فعدمك خيرا من وجودك، فلابد ان احنا يكون لنا بصمه. طب هنقتل في سبيل الحق، اهلا وسهلا، الحق اسم من اسماء الله، يبقى هنقتل من اجل الله سبحانه وتعالى، ما اشرفها من نعمه وما اشرفها من شهاده. فاذا ان انا عاوز يا دكتور ان انا اقول يا دكتور انك كن انت نفسك ولا تخاف، لان الجبناء من الناس لا يفعلون شيئا ولا يبنون اي شيء. أنا أول ما بدأت يا دكتور من حوالي يعني 3 سنين على اليوتيوب، أنا ما كنتش متخيل يا دكتور إن أنا هيكون عندي 10 مشتركين كده، يعني وقت ما هيبقوا 100 مشترك ياه، ده أنا هقول بص أنا راجل عظيم جدا، يا 100 مشترك موجودين في قناتي، تفهمني يا دكتور؟ رسالة صعبة. ولكن يا دكتور في الأخير أنا لقيت قناة محمد مجيد على اليوتيوب فيها 54,000 مشترك، فقلت بس الحمد لله ده الواحد ناجح اهو. الواحد بدأ يأثر، بدأت الناس تسمع. أصل بص يا دكتور، الناس زهقت من العنف، الناس زهقت من الكراهية، الناس زهقت من الصوت العالي، الناس زهقت من الغلبة. يعني بص يا دكتور هقول لك على حاجه مضحكه جدا. شوف مثلا مناظره ما بين مسيحي ومسلم، خلاص خلينا نقول مثلا رشيد ومنقذ السقار، تمام، المناظرتين الشهيرتين النعمه، طلعوا المسيحيين هللويا رشيد انتصر، رشيد صحكوا، رشيد بهدله. بص بقى خش بقى في القنوات الاسلاميه دكتور محمد رحومه، الله اكبر منقذ السقار نسفه. صح يا دكتور. طيب طب السؤال يا دكتور، يعني ايه اللي حصل غير ان كل فريق شاف الفريق بتاعه المناظرة بطريقته؟ وفي الاخير طب انا بقى محمد نجيد الغلبان استفدت ايه؟ ده بيهلل وده بيهلل. لكن يا دكتور ما اجمل ان يكون الانسان باحث عن الحقيقه ويسمع من اجل ان يعرف، ده اجمل ما في الوجود يا دكتور. فالناس زهقت من الصراعات، الناس زهقت من النزاعات، من الجدالات، من الصياط، من الصوت العالي، من الخشونة، من الغلظة، من القسوة. الناس دلوقتي يا دكتور صدقني، وأنا راجل مدرس ولامس هذه الأمور ولامس الأسر المصرية، الناس دلوقتي يا دكتور الحياة قاسية عليهم جدا، فمحتاجين من يرطب عليهم، من يوفق. ما انا معلش انا اسف ان انا بقطعك، ما السبب الاقتصادي ده
خلاهم بيجدوا متنفس في الصراع الديني، في اصطناع المعارك والانتصارات الوهمية. الله أكبر، أسلمنا 5، الله أكبر، جبنا مش عارف مين، وكان جسيس، وكان مش عارف. وإحنا برضو يعني ما رسالتنا إن إحنا ننشر الكرازة ونتكلم الناس عن يسوع، لأن عندنا أمر إلهي، اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. لكن أنا عايز أقولك على حاجة، لأن أنا عجوز عنك، فأنا نشأت في حارة شارع يعني تقريبا نصه مسيحيين. ما وجدت فرق. طفل تربيت في الشارع مع الأولاد، وأولادي مسيحيين وأولادي نلعب سوا ونعمل سوا ونتخلق سوا برضو. كان حب غريب من 40 سنة، كان حب غريب من 50 سنة، كان حب غريب بين الناس. كان راح فين؟ ما عرفش. كل ما نتوغل في الدين كل ما نكره بعضينا. ليه؟ فين مصر؟ فين مصر الحلوة؟ فين لما مكرم بيت ده اعتلى منبر الأزهر وخطب في الأزهر؟ فين الكلام ده؟ فين؟ والبابا طلع على برضو اتكلم في أحد المساجد ويدعو الناس للتكاتف وللثورة. فين الكلام الحلو ده؟ راح فين؟ خربوا البلد. ما هو ما أصل هقول لك الحاجة، ما هم مستنفعين. يعني واحد من كبار الدعاء الآن، ده نجم الآن، ده برضو نجم، مش عايز أقول لك اسمه عشان أحسن يطلع صديقك ولا حاجة وتزعل مني، واخد بالك؟ ده جاني وانا عميد كليه عايز يقدم في الدراسات العليا، وهو تقديره مقبول، بس الشهاده لله، يعرف يكلم امه من الامم، واخد بالك؟ هو يعني ايه استاذ. مجرد ما انا اعلنت ايماني بالمسيح، عمل 5 حلقات في قناته، كان اسمها مش عارف ايه، مش مهم، اقول شتيمه وكلام لا يمكن تتوقعه من بشر يتكلم عن بشر بالطريقه دي، ولا احترام لأهلي ولا عيالي اللي بصوا على الكلام ده وقالوا ايه ده، هو ابونا وحش كده، هو ابونا حرامي، هو ابونا طلع فيا كل حاجة وحشة. فأنا وبعدين هو المجتمع المصري عارف انه نصاب، وعارف ان ثروته دي من جيوب المسلمين، بس دي مهنة حبيبي شغالة. يعني تخيل الاستاذ محمد اللي قدامي ده طلع عمل شريط يشتمني ولبس العباية ومسك السبحة، مش 55، انت هتبقى 550,000 وتدخل على 1,000,000، واخد بالك؟ ويا حبذا لو وزعت كده ايه قرطاس بلح على كل واحد تشوفه وتقول له اصطبحوا ب7 بلحات وسنة عن الرسول. يا امي اعمل معروف. الدنيا في مصر، وبالذات مصر، بس خد بالك الدول اللي اتقدمت واتطورت، السعودية نطفت، الكويت، الامارات نطفوا من التظاهر بالدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واغتصاب حريه الانسان وقهره. نطفت الدول الثانيه، احنا لسه وتعبانين وبنزداد تعب وبنزداد دخول في النفق المظلم. ايه الحل؟ الحل يا دكتور ان نشر الفكر المعتدل والاصلاحي. تمام. أنا دلوقتي يا دكتور، أي حد دلوقتي على السوشيال ميديا أو بيتابع الفضائيات يقدر إن هو يميز ما بين المصلحين والوعاظ. يعني حضرتك مش هتجيب مثلا مصطفى حسني أو هتجيب عمرو خالد أو هتجيب الناس ديت، ليه؟ الزرقاوي ودواعش وكذا. فالودعاء من المسلمين والمسالمين من المسلمين والذين يرون إن الإسلام ديانة محبة وسلام، لابد إن هم يتم تشجيعهم ونشرهم. أما المتشددين والذين يدعون إلى الكراهية والبغضاء، فلابد أن هم يعني لا يسلط عليهم الضوء. فإحنا وجودنا يا دكتور، إحنا المسلمين المصلحين المعتدلين، وجودنا حماية للعابرين. تمام؟ ليه؟ لأن إحنا في الأخير لا نطالب لا بقتلكم، ولا نطالب بإقامة الحد عليكم، ولا أي شيء. يعني أنتوا في حالة تماما، ما أنتوا عددكم كام؟ حلو جدا،
خلينا بقى خلينا هنا، انت قلت كلمه جميله جدا يا دكتور، عددكم كام؟ لا انا لا اثق في اي احصائيات في الشرق الاوسط، يعني خد بقى مني هذا التصريح يا دكتور، انا لا اثق في اي احصائيات في الشرق الاوسط، ولا انا مصدق عدد المسيحيين ما يقول لك عدد المسيحيين 15 مليون او 20 مليون، كل ده انا ما بصدقوش. تمام يا دكتور، فوجود احصائيات مش موجوده، لكن خلينا نبص للراجل العادي اللي ماشي في الشارع، الراجل العادي، الراجل البسيط جدا، اما باجي اقول له انت كنت بتلعب مع مين طاوله امبارح في القهوه، يقول لك انا كنت بلعب مع عم مينا، عم جوزيف، انا كنت امبارح بنقل العفش بتاعي من ابو ابانوب. دنيا حلوه يا دكتور. احنا المشكله يا دكتور ان احنا مصر قد سرقت. يعني ايه مصر قد سرقت؟ انت دلوقتي يا دكتور عندك جرس الباب، الجرس بتاع اي باب، جرس الباب يا دكتور حجمه صغير لكن صوته عالي، حجمه صغير لكن صوته عالي. هكذا المتطرفين في مصر يا دكتور، عددهم قليل ولكن صوتهم عالي، لكن صدقني عامة الناس، غالبية الناس، ناس بسطاء جدا، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من المسيحيين، ولا في عمره في يوم من الأيام عاوز يأذي أبو مينا الراجل المسيحي، ولا أبو مينا عاوز يأذي أبو محمد الراجل المسلم، وعايشين حياتهم تمام ومش موجود. فأحيانا كثيرة جدا السوشيال ميديا دكتور والقنوات الفضائية تصور لنا صور غير حقيقية يا دكتور. أنا طيب، يعني أنت بتديني أمل إن فيه، يعني في طب ما نفس الرئيس السيسي دعا إلى تجديد الخطاب الديني، بس طلب من خلال الأزهر. طب ما الأزهر أصلا، أنا آسف يعني، ده الأزهر هو سبب الإرهاب. طب هتجدد إيه يعني إدوا القط مفتاح القرار، يعني يعني التجديد. نعم، خليني في النقطة دي برضو أكون معاك منصف يا دكتور. الأزهر من منهجه إن هو بيدرس كل حاجة. يعني يا دكتور مثلا الأزهر بيدرس كل حاجة، يعني أنت لما تعرف أي مسألة يقول لك والله الكلام ده في الفقه الحنفي، في الفقه المالكي، في الفقه الشافعي، في الفقه الحنبلي، الكلام دوت اتكلم عنه ابن حزم، الكلام دوت اتكلم عنه الليث بن سعد، فبيقول لك كل حاجة. تمام، في كل المسائل، سواء كانت مسائل فقهية أو كانت في التفسير أو هكذا. أنا رأيي يا دكتور الأزهر محتاج تهذيب للمناهج، تهذيب للمناهج. بمعنى أي آية الدكتور محمد رحومة شايفها إن هي آية عنيفة، تمام، آية عنيفة، هناك من فسرها بطريقة مسلمة وودعة. الله عليك، يا سلام يا سلام، قاعد يا سيدنا الشيخ، قاعد 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 قاعد، تمام. ما 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 دي لعبتنا استاذ محمد، دي لعبت. يعني انت عايز تبيع لي اللي انا بعته ده، اللي بعته لاولادي ده من زمان. طيب ان انا عايز ترجعه لي، يعني حسب في معاني ثابته للنص القراني، حتى لو اختلفنا حماله او جهوه يقبل كده وكده، لكن في النهايه في اساسيات. يعني وهديك امثله بعد شوي، بس انا عايز اقول لك بيسود التفسير الايه التفسيري، مش عايز اقول الارهاب، يعني عايز اقول كلمه حلوه محبه فيك، يعني التفسير المتوغل في القساوه، الموغل في العداوه. حلوه دي، ما قلتش ارهاب اهو، عشان تغلى علي، واخد بالك؟ غالبيه النصوص كده، يا راجل انا لما كنت اقرا الايه قاتلوهم يشفي صدور قوم الله، يا لهوتي، يعني احنا شفائنا بالدم، ايه ده؟ يبقى ما احنا مرضى نفسيين، ملهاش غير كده، هتعمل لها كده هتجلوظ، هي كده قاتلوهم يشفي صدور الشفاء بالقتل. ما في حاجات كتير مش عايز اختلف معاك، انا فرحان ان في ارضيه، وانا حتى الحته اللي انت قلتها يا دكتور يعني فيها رد. اولا فيها رد، انت هتقول لي اولا القران 636 آية،
القرآن 6236 آية، آيات القتال يا دكتور 70 آية عشان نكونوا بس منصفين يا ربي. أيوة ده آية واحدة تحرق الكون، آية واحدة قرآن. طيب يا دكتور خلاص السبعين آية، خلينا بس يا دكتور نوصل بس السبعين آية. السبعين آية دول يا دكتور لو أنا قلت إن قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هي المهيمنة والمسيطرة على كل آيات الجهاد، هتنحل المشكلة. ليه؟ بص يا دكتور، باتفاق كل المفسرين عن بكرة أبيهم، وباتفاق كل المسلمين عن بكرة أبيهم، إن الصفات الخبرية عن الله سبحانه وتعالى لا تتغير. بمعنى يا دكتور؟ بمعنى إما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب المعتدين، ما ينفعش يجي في آية تانية يقول إن الله يحب المعتدين. لا ينفع. لا ينفع. لا في الناس في الناس هو المنسوخ في الأحكام فقط برضو هتلعب لي اللعبة دي يا هتلعب لي اللعبة بتاعت الناسخ والمنسوخ يا راجل. طيب هقول لحضرتك الناسخ والمنسوخ يا دكتور باتفاق المسلمين كلهم إن هي في الأحكام، يعني ما بين التدرج في الأحكام، يعني الله سبحانه وتعالى ما حرمش حاجة مرة واحدة، بيحرمها بالتدرج، تمام النسخ. ولكن الصفات الخبرية عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يعني ينسخها. بمعنى الله سبحانه وتعالى من أسمائه في الإسلام الودود، تمام. هل ينفع في آية تانية يقول لا الله سبحانه وتعالى اسمه المبغض؟ لا. الله سبحانه وتعالى في القرآن اسمه السلام، إن الله الملك القدوس السلام. هل ينفع السلام ديت أقول إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحرب مثلا؟ اللهم إني أسألك باسمك الحرب. واسمه المكار، واسمه الظالم، واسمه القاهر، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. يا عم معروف. نقول الحتة دي. واسمه المقيت، واسمه المقيت من المقت. لا خليني في النقطة دي أرد عليك. معلش رد عليا معنا. احنا دلوقتي دخلنا في العركة، دخلنا في الباتل. بص لا ما فيش باتل. أولا المقيت يا دكتور غير المقيت، وحضرتك دارس لغة عربية وفهم الكلام ده. المقيت يا دكتور يعني الذي يقوت الناس، الذي يرزق الناس. لكن المقيت هو كان في تشكيل. انا من حقي اقولها كده، ما كانش هو كان في تشكيل، هو كان في نقط يا دكتور، هو كان في نقط بتسمعها كده في الجوامع. طب اقول لك ايه، هدي الجو. عايز اقول لك حاجه. طيب انا حاولت اعمل الحكايه دي من قبلك مع واحد برضو اسمه محمد من 15 سنه. قلنا كان يعني في عز ال كانت 2000 وكام؟ كانت 2011. في عز الـ 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 الثورات وصعود النزعة الإسلامية بشكل عنيف، والإخوان وتربعهم على قلنا أنا والصديق ده، هو كان أستاذ في كلية الإعلام، هو طبعا نجم الآن اللي هو الدكتور محمد الباز، انا بحترمه. وعملنا ثلاث حلقات نحو مجتمع نفس العنوان اللي انت اخترته، التعايش السلمي، اقبلني زي ما انا وانا اقبلك، قبول الاخر. تكلمنا كلام حلو وجميل، بس بعدها بقينا طبعا بعدها بكام في 2016 تقريبا لقيته منزل صفحه كامله عني، الجورنال اللي كان فيه اسمه ايه نسي الدستور اظن، صفحه كامله عني شتمني. مش شتمني يعني دعاة الفتنه في مصر. طب ما انت كنت معايا وكنت بديك في الحلقه $500. المهم كلمته من سنه اقول له بسال عليك وبتاع، وانا متابع شغلك وحاجه حلوه، ايه رايك تطلع معايا؟ راح ضحك. قلت له ايه يعني، ما نستاهلش الوقت، ما نستحقش تطلع معانا يا دكتور محمد؟ قال لك ايه. قلت له نهارك فل طبعا، انت بقيت انا برحب ان احنا نلتقي. عملت كده مع ناس كتيره بعيد عن الميديا، بيني وبينهم نتكلم، لي اصدقاء كتير. انا في صديق يمكن يطلع معايا الاسبوع الجاي، كلمتك عنه، انا قلت لك الدكتور فلان
عميد كلية الأداب الأسبق في إحدى المحافظات ومن كبار الفلاسفة الآن. يعني يقول عايزين ندور يا أخي على 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 مجتمع نظيف نعيش فيه، عايزين نتكلم مع بعض، ما بالك وتقبلني. الله، إيه اللي بيحصل ده؟ فإحنا بنحاول نعمل حاجة حتى واختلفنا مع بعض في احترام وفي حب. بس أسألك سؤال بقى حلو بقى. اسأل. لما شفت المسيح وشفت الست العادرة ما غيرش فيك حاجة يا أخي؟ ما خلكش تقول لي يا رحوم عايز أتعمد؟ أبعت لك لمحمد أسف كعبور يعمدك. لا هو بص يا دكتور، يعني كل خد خد بالك انا عايز افسح للناس كويس تضحك معنا بس شو ما تعربش في بعض بس. لكن انا هاخد كل كلامك على محمل الجد وانا هرد عليه. كل ان انا اقدر اقوله لك يا دكتور ان انا ازددت محبه حين رايت المسيح وحين رايت العذراء مريم. يعني انا يعني اشعر بمحبه داخليه قد ازدادت في داخلي. دي النتيجه ان انا وصلت اليها. انت شفت المسيح واعتبرته ده عيسى اللي في القران بامانه ولا اعتبرته؟ لا بامانه ما قاليش ان هو عيسى، يعني هو كان بيتكلم عن نفسه بصفه المسيح. نعم. يعني يبقى انت معانا بس خايف. انت لا 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 والله لا والله هيذبحوك يا عم، هيذبحوك يا عم معروف انا عايزك. مش أنا مصري. يا عم اسكت يا عم اسكت يا عم هيذبحوك. انا عايزك تقعد في مصر شويه انت تطلع لي نجيل حلو يا اخي، حرام عليك حرام عليك. طب هقول لك ايه بتعجبني على فكره. انا عملت كام حاجه كده بامانه. الحاجات دي قلت ازاي القرآن اللي أنا معذرة للتعبير ده اللي أنا كفرت بيه قال الحاجة الحلوة دي، منها لئن شكرتم لأزيدنكم. لأن احنا عندنا في المسيحية لما تتأذن معاك أشكر هتنفرج وتنفتح. جبتها منين يا محمد يا ابن الإيه الآية دي؟ آية تانية برضو بتجنني أنا كباحث، واخد بالك؟ اللي هي فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. ياه. ها؟ يعني لما بنموت بنشوف تتسع الرؤية. طبعا. حلوة قوي قوي قوي. في حاجات حلوة بس بيرجع يلخبطها. ايه رأيك في الكلمة دي قبل ما ادخل على اي حلوة هقولها لك هتفرح بيها. بدلعك اهو. الله ينور عليك. انا مبسوط منك النهارده، وان شاء الله يعني هذا الجو ينتشر ويكون يعني احنا تحت عنوان طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون، تمام، وتحت شعار طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. امين. تمام كده، كلام جميل اهو. حلو. واحدة بواحدة واحدة بواحدة. يلا هقول لك على حتة حلوة برضو يا دكتور. تمام. في مزمور 36 هتلاقي بالضبط داود النبي بيقول يرث الودعاء الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. تمام كده، في مزمور 36 الآية ديت موجودة في القرآن على فكرة. بص بيقول لك ايه ربنا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر إن الأرض يرثها عباد الصالحون. تمام، الزبور اهو. السلام عليك يا سلام، الفقيه المسيحي المسلم. يلا الله يخليك. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. فالفكره كلها يا دكتور، الفكره ان كل انسان ينظر الى القران بحسب البيئه بتاعته. بمعنى ايه يا دكتور؟ انا مثلا اتخيل ان انا شخص عنيف، وان انا شخص همجي، وان انا شخص جوايا بغضاء، هحاول ابص للايات وافسرها بتفسير ترد غليلي من جوه كده. بقى بص من جوه كده انا ايه، الايه دي ما تعنيش الا كده، هي معناها كده. تمام. لكن لو جينا لشخص وديع ومحب ومسالم هيبدا ينظر الى الايات بنظره اخرى تانية. بمعنى ايه يا دكتور؟ اما الله سبحانه وتعالى مثلا بيقول ايه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. تمام. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إما ربنا سبحانه وتعالى بيقول
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما هو في الآيات، في آيات اللي بتلغي ده، وبعدين لما أزنقك تقول لي منسوخ، منسوخ مش منسوخ. صدقني يا دكتور، صدقني كل الآيات إن أنا قلتها لك غير منسوخ. يعني صدقني ما بقولش، ما بقولش آيات منسوخة، الآيات المنسوخة قلت في الأحكام فقط ليس في الأخلاق. طيب أنا هديك طيب. آية حلوة. اتفضل. اتفضل. لكن حضرتك بتتكلم عليه، بص بص يا دكتور، عشان نجد أرضية فعلا مشتركة، وإن إحنا ممكن في يوم من الأيام نصدر للناس جيل متسامح محب يؤمن بما يشاء، يريد أن يكون بهائيا، يريد أن يكون مسيحيا، إسلاميا، بوذيا، كونفوشيوسيا، هو حر. لابد أن نعلم أن الدين هو حرية شخصية، تمام؟ لذلك أنا مش مع معمودية الأطفال، يعني هم صغيرين يا دكتور، أنا مع معمودية الأطفال مع الناس وهم كبيرة بعد ما تعرف الإيمان. ليك حق، ليك حق، خلاص أنا أديتك دي، يلا سيبه نسيب، سيبه نسيب، يلا. تمام تمام. فالفكرة في إيه يا دكتور؟ الفكرة إن هناك آيات تدعو إلى السلم وتدعو إلى الموادعة، لابد إن الآيات ديت هي التي تصدر للقرآن، ونعرف نعرف إن حالة السلام. طب نشيل، طب نشيل آيات والحروب هي الحالة الطريقة. آخ يا ربي، بتلعب معايا برضو، بتلعب معايا. أقول لك على حتة حلوة، مش أنت مش أنت مش أنت قلت لي آية جميلة، أنا هقول لك على آية حلوة. بص يا دكتور، الآية أنا قلتها دلوقتي، ما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المسلمين من كل ناحية، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، صح؟ تبروه، عاوزك تركز بس على كلمة البر، تمام كده؟ البر. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على لسان المسيح، بيقول إيه؟ وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، تمام كده؟ يعني وصف علاقة المسيح بأمه بالبر، تمام كده؟ يبقى البر ده حاجة جميلة قوي، هي علاقة المسيح بأمه. أنا علاقتي بالمسلمين علاقة بر بقى. وخلي بقى خلي بالك بقى حتة تانية بقى، إن اسم الله سبحانه وتعالى البر الرحيم، البر الرحيم، لن يقولها لن يقولها من يدخلون الجنة إلا حين يدخلون الجنة. يعني يا سلام، اسم الله البر الرحيم. يا راجل يا راجل يا طيب، انت مؤمن يا راجل يا طيب، يا حلو، يا متحضر، يا راقي، يا محترم، انت مؤمن ان في حاجه اسمها جنه وحور عين ولحم ولحم طير مما يشتهون وخمر وعسل ولبن ايه هو ده؟ وفاكهة أبا. يا راجل يا راجل يا راجل، ده كان كان بيداعب خيال الصحراء، الناس الجعانين الغلابه، يصف يصف الجنه ولهم وفيها ظل ممدود. يا سلام، طب ما في الاير كونديشن دلوقتي، في رايك بقى ليه ما جبتش الاير كونديشن في الايه دي؟ طب يا عم اعمل معروف. اصل هقول لحضرتك على حاجه برضو، خلينا برضو يا دكتور ان احنا نقوله حته من باب الانصاف. اتفضل يا دكتور، انصف. في حتتين مهمين قوي. الايه الاولانيه مثل الجنه التي وعد المتقون، يعني ربنا اصلا بيقول انا بديكم امثال. لا مثل. لا طب دي ايه؟ لا لا آية. لا لا، كل من ينكر ماديه الجنه ويتحدث عن رمزيه الجنه يعتبر خارج من الاسلام. يا حبيبي انا كنت بعلم الفقهاء، اعمل معروف، اعمل معروف، ما تطلعش يا ما تطلعش القديم، خليه نايم، اسكت. طيب حريحك يا دكتور، مثلا الجنه التي وعد المتقون، ده مش معناه ان هي جنه رمزيه، انا مش قاصد كده خالص، ولكن طيب قاصد لكل ما موجود في اذهاننا الجنه بخلاف. لان بولس الرسول قال ايه؟ بولس الرسول قال ايه؟ ايوه، قال لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على بال بشر. بولس الرسول سيدنا أمين. محمد لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. لا واخدها منه، لا واخدها منه، بينه من بعد 650 سنة، مين هياخد منه؟ واخدها منه، طب واخدها منه.
وهقول لك على حاجه يا دكتور. طيب لما المسيح بيقول جعت فسقيتموني وكنت دي متى وده حدوث قدس من الأربعين الحديث القدسي. انه بص هي من الاحاديث القدسيه, هي من الاحاديث القدسيه حبيبي هو ده دليل ان المصدر واحد يا دكتور. مصدر واحد مين ده؟ بطيخ واحد, بطيخ. ايوه اللي هو مين؟ اللي هو الانجيل. جه وانت عارف كان اصدقاء محمد مين؟ كعب الاحبار وابن ورقه قس, وعارفهم انت, عارفهم ثلاثه كانوا من احسن, واحد يهودي واثنين مسيحيين او من النصارى, من نصارى النجران. خليني انا بس اقول لك ايه حلوه هتبسطك. هقول لك على حاجه, هقول لك على حته هديه. هو مين؟ ما انا اديت هديه احلى. اتفضل. طيب ربنا بعد ما ذكر 18 نبي وحط منهم المسيح قال لي سيدنا محمد فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده. يبقى سيدنا محمد مأمور باتباع المسيح ولا مش مأمور باتباع المسيح؟ طب وفين المسيح حمل سيفا؟ تبعوه فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. يا عم ما انت بس اذنعك تديني دي عايز تكفرني هتلاقي ماما. بص هتقتلني بالقران. طب هديلك حته حلوه. بص عايز تقتلني طيب اسمعني, عايز تقتلني هتقتلني بالقران. لا. عايز تعفو عني هتعفو عني بالقران. لا. عايز تحبني هتحبني بالقران. عايز تذبحني هتذبحني بكله. بص على كل لون يابا تسطع. طب ايه رايك يا دكتور, رغم ان الطرح ان انت قلته دوت, عاوز تقول ان القران فيه ده وده, بس انا الطرح دوت احب الى قلبي كل ان كله قتل وذبح وشنق واعدام. كويس ان احنا بنقوله دلوقتي فيه ده وده, وانا بعد كده هقنعك يا دكتور محمد ان هو كله حلو. انا مش عايز ازنقك, بس انا هديك اي هديه. خلاص ايه من القران هديه. شفت انا حلو اهو عشان نخلي المسلمين يسقفوا لك. ايه رايك الايه اللي بتقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ ايه رايك في حلاوه الايه دي؟ جميله مش كده؟ بس انا حاسس كده ان انت هتديني حقنه من تحتيها. مش حقنه. يا ان تبدو لكم تسؤكم, قلبي بيقول لي كده. خش يا دكتور. ما انت خشيت. طب ازاي يقول لك اسالوا شفت وتدبروا؟ ازاي يقول لك اسالوا وتدبروا وبعدين يقول لك اللي يسال اقطع لسانه؟ ليه؟ ايه التناقض ده؟ ايه ده؟ ليه؟ يا سلام. خلاص اتفضل ساعتك. يعني بقى انا قلت مفيش تناقض, نو كونتراست, وانت بتقول في كونتراست. طب خلينا بقى يا دكتور اقول لك مفيش كونتراست. اتفضل. فلا يتدبرون القران بمعنى ان الانسان يتامل ويتفكر ويتدبر ايات القران. تمام كده؟ لما ربنا يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. بمعنى يا دكتور انا ما اجي اسال حضرتك دلوقتي واقول لك الذي خلق العالم هو الله, من خلق الله؟ ادي سؤال, اتفضل جاوب رد عليا. الذي خلق العالم هو الله؟ الذي خلق الله؟ من خلق الله؟ ده من سؤال. خلق الله؟ الله ازلي, ازلي غير مخلوق. طب تمام. هل لا هو اصلا تركيبه السؤال غلط يا دكتور اصلا. ليه هقول لحضرتك ليه؟ الذي خبز الخبز هو الخباز, فمن خبز الخباز؟ تنفع ديت منطقيا يا دكتور؟ لا ما تنفعش. يا سلام. طيب. ايه الحلاوه دي؟ حلو. الذي قام بعمل الترابيزه النجار, فالنجار هو من قام بحرفه النجاره في عمل الترابيزه, فمن نجر النجار؟ ينفع هذا الكلام يا دكتور؟ نجر نفسه. تمام كده؟ تمام. احنا لابد ان احنا نعترف بحاجه يا دكتور, لابد ان احنا نعترف ان ولله المثل الاعلى, الله سبحانه وتعالى خلق لنا ترابيزه. فانا لو سالت صاحب الترابيزه وقلت له تعرف كل حاجه عن الترابيزه؟ هيقول لي طبعا اعرف كل صغيره وكبيره, مقاسها كذا وحجمها كذا والخشب الفلاني. لو سألت الترابيزة قلت لها تعرفي حاجة عن النجار؟ مش هترد. هكذا نحن, الله قد خلقنا يعرف كل حاجة عننا, لكن احنا ما نعرفش اي حاجة عن الله.
وإياك أن نتخيل لحظة واحدة إن إحنا نستطيع أن ندرك الله سبحانه وتعالى، لأن إحنا محدودين والله سبحانه وتعالى لا محدود. تمام كده؟ لا يمكن إن أنا أشرب المحيط، صحيح أنا يا دوبك بتكفيني نقطة مية، كوباية مية أشربها، لكن مش هشرب المحيط. تمام كده؟ هكذا الله سبحانه وتعالى يعلم عننا كل شيء ونحن لا نعلم أي شيء. ففي بعض الأمور الغيبية يا دكتور أنا لو سألت فيها عقلي هيضرب. بمعنى هسألك سؤال تاني يا دكتور، الله سبحانه وتعالى خلق قادر على كل شيء، أنا متفق، أنا جيت سألتك دلوقتي وقلت لك هل الله قادر على أن يخلق صخرة هو نفسه لا يستطيع أن يحملها؟ لا طبعا. يعني معنى كده ما أقدرش أتكلم عن محدودية الله ولا قدرته. هي دي بقى، يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. لعبة حلوة، لعبة حلوة. نور نور، طيب نور نور، أنت فضلت النور خلاص، أنت كده خلاص عمل. طفى النور عندك، طفى النور عندك ولا إيه؟ لا 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 أبدا، هو بس إيه بيحبوا يعني بيعكسوك. إخواننا 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 عرفوا بقى، إخواننا شموا ريحة، حبوا يدوك تحية. لا لا والله عايز. بنت صغيرة بس مبسوطة هي ان عامله الجو دوت بتاع رمضان، وهي ان حطلنا الحاجات ديت وحطلنا زينة. ربنا يخليها، ربنا يخليها لك يا رب، ربنا يخليها لك. الله يخليك، يسعدك، يفرح قلبك يا رب. انا بس انا فرحان بان احنا ممكن نختلف بس نحب بعض، ممكن الله. ممكن نقبل بعض، ممكن مش نضحك على بعض، بس يا اخي لازم نلاقي أرضية، لازم الأرض تتسع لكلينا، لازم 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 الإسلام يعيد توظيف أدواته ليقبل الآخر، لازم حديث محمد لا يكون في أرض الإسلام دينان، ده لازم ننسى الحاجات دي، لازم ننساها عشان نتعايش، اعتبرها ما ما ما, ما يعني حديث ضعيفة، اعتبرها ناس كانوا بيكرهوا المسيحيين حطوها عليه، الناس كانوا بيكرهوا اليهود حطوها عليه، اعتبر اي حاجة، بس يا اخي دور على اسباب تخلينا مع بعض. بخلي ما 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 انا لا انا هتحاسب عنك ولا انت هتتحاسب عني، كل واحد بعمله وكل واحد بحياته بمعتقده، وكل واحد ربنا مديله اللي هو يمشي فيه. ما انت شفت حاجات حلوة، ممكن ما تلاقي 10 مليون مسيحي ما شافوش اللي انت شفته، وفرحان بيه ومقتنع انك انت حياتك اتغيرت بعد هذه الرؤى الجميلة اللي شفتها، ازدادت حياتك نقاوة، حلاوة، تألق، نور، بحث عن الروحانيات، محاولة غسل العقيدة الإسلامية، يعني اظهارها بمظهر حلو كده عشان الناس تتقبل. حلو حلو، تعال ليه لا نعمله، يعملون، عايزين نعيش، عايزين نعيش سوا، مش عايزين نتطاحن ونتشاجر، والحياة انت عارف قصيرة، او ما فيش دي لمحة بصر زي ما بيقول الكتاب، وكده قبض الريح. فأنا فرحان بلقائنا، واحنا دخلنا في ساعة وسبع دقايق اهو، وهو انا كنت مخطط انها ساعة لربع، لكن ايه السؤال اللي انت كنت منتظرني اساله لك وانا ما سالته لك شيء؟ لا انت دكتور بصراحه قلت كل حاجه. انت شقي يا دكتور. انا يكفي ان انا اعلن ان انا بحبك وبحترمك، وانا كمان وفخور برسالتك الراقيه اللي انا بحاول اعملها. احنا معنا بينا فعلا حاجه مشتركه، بنحب العالم، بنحب الناس، بنصلي لاجل العالم. خليني يا دكتور اقول في الاخر، انا عملت يا جماعه الخير بس اسمه كلمه انصاف في المسيحيه والاسلام، كلمه انصاف في المسيحيه والاسلام. البث ده يا جماعه الخير ساعه للاسلام وساعه عن المسيحيه. انا من وجهه نظري شايف ان انا انصفت المسيحيه انصاف شديد جدا، وانصفت الاسلام انصاف شديد جدا. فانا ادعو الناس من خلال قناتك ان هي تشوف هذا البث المحايد الموضوعي، ان ما فيهوش اي نوع من انواع التحيز، ووصلت الى
يعني قناعة في الآخر بعد هذا البث إن الإسلام دين العدالة وإن المسيحية دين المحبة. نهارك فل. زي العسل. أنا مش عايز أنهي اللقاء وأنا بخبط أكتر، كفاية كده. بس جاهز نفسك لخبطة أخرى الشهر القادم. أنا جاهز. خلاص؟ آه جاهز نفسك بقى، هنتوغل أكتر بقى. وبرضه هنطلع نحب بعض أكتر. شكرا ليك ومحبتك الحلوة. بقول لك لو 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 ربع المسلمين زيك احنا عمرنا ما نسيب بلدنا. على فكرة أكتر على فكرة حتى أبونا يعني صخر من كلامي بمحبة، يعني لما قلت له نفسي اتمرمغ في تراب مصر قال لي طيب أنا جايب لك ذكيب التراب وهجيب لك جردة المية من النيل عشان تتمرمط على مزاجك. فإحنا مصر دي غالية علينا، يعني مصر غالية علينا وبنفتقدها، لكن هنعمل إيه؟ أجبرنا على تركها. عموما هو البث انتهى عنده يبدو، وأنا بشكرك. إيه الحكاية بتمشي دي خطة دي ولا إيه؟ أنا عايزك بس تبقى منور الشاشة كده دكتور، دي قناتك فلابد إن أنت برضه. يعني دي غزوة الخندق، دي غزوة الخندق. بتتخندق معايا. غزوة الخندق. أنا في نهاية اللقاء بشكرك وبعبر عن تقديري ليك وأدعوك إلى حوار آخر في المستقبل، وأصلي من أجلك لأنك شخصية حلوة وبنحب نشوف زيها كتير في مصر. يا رب تعال نصلي لمصر أنا وإنت، إيه رأيك؟ ماشي، تعال أنا هصلي وإنت برضو تصلي، أو إنت تدعو صلي. يعني بسم الآب والإب. طب صلي أنت في الأول عشان أنت بركة برضه. تمام الله يخليك. الحمد لله رب العالمين على أنك أوجدتنا في هذا العالم وخلقتنا على أحسن تقويم. يا رب بلد مصر هي بلد مبارك في كل الأديان، فضع بركتك أكثر في هذا العالم واجعل مصر تعيش في سلام وأمان ورخاء باسم الواحد الأحد. تفضل. آمين آمين. هي نفس الصلاة، شايف هي نفس الصلاة حبيبي. بسم الآب والابن والروح القدس له واحد آمين. بشكرك يا ربي على بركاتك معانا اليوم ده، بشكرك على ابنك محمد الجميل الحلو اللي انت اتكلمت على لسان النهاردة برسالة حب ورسالة مودة ورسالة سلام لكل شعوب العالم. يا رب بشكرك على هذه الحلقة، بشكرك على المشاهدين اللي بيصلوا من أجل محمد. بارك بلادي يا رب، سلمها يا رب من كل شر، لك المجد الدائم الآن وإلى الأبد ولا دار الدهور. آمين آمين. شفت الصلاة واحدة هو. شفت الصلاة واحدة، الرب واحد والأمنية واحدة والخير واحد والحق واحد. ربنا معاك. شكرا ليك أعزائي المشاهدين، كنتم مع الأستاذ محمد المسلم المستنير يدافع عن إيمانه ويقترب من دائرة النور نحو الحب والسلام والحق والحياة المثلى التي يجب أن نعيشها. انتظرونا في حلقات جديدة. سلام رب المجد يكون معكم. آمين آمين. شكرا شكرا. أشكرك جزاك الله خير. شكرا.